اهلا بحضراتكم من جديد. نبتدي بالنظره على المرور مع النقيب مصطفى حسب النبي من الاداره العامه للمرور. صباح الخير سياده النقيب، وطمنا على الاوضاع النهارده في شوارع مصر. شاكرين، صباح الخير لحضرتك وللساده المشاهدين. النهارده يعني كشفنا، مش عايز اقول ده، مش عايزين نخوض يعني الساده المواطنين، لكن في احجام حركه. انا شايف في بعض المؤثرات متواجد معانا من صباح اليوم، يعني كان اهمها مصادمه بين سائقين نقل وملاكي كوبري التعمير ما قبل موقف العاشر على طريق مصر الاسماعيليه اتجاه الاسماعيليه، طبعا اثر بشكل كبير على مناطق جوزيف كيتو محور مصر الاسماعيليه القادم من القاهره اتجاه الاسماعيليه. الحمد لله تلقينا اخطار من لحظات بتمام اللقاء تماما، تبقى الكثافات رجال الاداره العامه للمرور القاهره متواجدين. سيد العقيد وحيد صيام تواجد امام مكان البلاغ، مكان المصادمه، للتصفيه وشحذ جميع الكثافات الناتجه. مناطق شارع هارون في النزهة يوجد غلق تام بالتنسيق مع الهيئة القومية لمترو الأنفاق لتنفيذ المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق. طبعا الغلق ده هيستمر معانا فترة كبيرة. سكان النزهة وسكان مدينة مصر الجديدة هم اللي هيشعروا بالكلام اللي بنقوله. شارع هارون ده رابط من مناطق ميدان تريمف ومناطق اليوتلس في اتجاه ميدان هارون للمتجه لميدان الجامع وميدان الاسماعيليه. ده كده في تضييق فظيع على اهالي مصر الجديده بالمنظر ده. بالظبط يا فندم، لكن طبعا السيد الاحمد البرديس مدير اداره عمل امور القاهره سيادته قمر بتعزيز جميع المحاور البديله علشان ما يتاثرش معانا هذا الغلق، عشان طبعا ده حضرتك عارفه يعني ده هيستمر فتره كبيره الغلق ده عشان هتكون في محطه مترو هارون في شارع هارون. احنا وفرنا شارع نخله المطيعي، شارع ابو هيف، شارع علي رامز، كل دي شوارع او محاور موازيه لشارع هارون من مناطق ميدان تريمف من هليوبلس باتجاه شارع ابو بكر الصديق مره ثانيه، اللي وجهته بقى ميدان المحكمه هيسلك يمين اتجاه ميدان المحكمه او الاستكمال مباشره في اتجاه الجامع وميدان الاسماعيليه. اخيرا فندم، مناطق وسط مدينه القاهره في سرادق مقام الان امام نقابه الصحفيين للشهيد صحفي ابو ضيف، هو واخد جزء من حرم الطريق. طبعا هو حتى الان مفيش كثافات، لكن من متوقع زياده الكثافات مع فتره الذروه المسائيه. نتجنب قدر الامكان السير في مناطق وسط المدينه، السير في شارع رمسيس، نستخدم كوبري اكتوبر او كوبري 15 مايو للربط مع مناطق الجيزه او مناطق القاهره لحين الانتهاء من السرادق. على ذلك فندم يعني الكثافات المعتاده وان كانت ازيد بقليل، واحنا متواجدين ان شاء الله للاستيعاب والسيطره على اي ضغوط مروريه. ان شاء الله. بنشكر حضرتك سياده النقيب مصطفى حسب النبي على هذه المعلومات. نتحول لمتابعه حاله الطقس. معنا الاستاذ علي قطب المتحدث باسم هيئه الارصاد الجويه، وخصوصا ان درجات الحراره ابتدت تنزل بشكل ملحوظ. نبدا مع حضرتك يا فندم بابرز التغيرات الجويه المتوقعه في الايام القادمه. صباح الخير. اولا هو من اليوم هيكون في تغير، التغير ده متمثل في ان درجات الحراره ما زالت اقل من معدلاتها بقيم طفيفه، لكن الجديد ان هيكون في نشاط للرياح المثيره للاذربه. بالفعل نشاط الرياح موجود الان في مناطق المحيطه بالقاهره، سرعه الرياح وصلت الى 15 عقده على مدينه القاهره اي ما يعادل 30 كيلومتر بالساعه، وبالتالي متوقعين حتى على وقت الظهيره تحديدا الساعه 2 ظهرا تتزداد سرعة الرياح وتصل إلى 50 كيلومتر في الساعة، وبتنخفض معها الرؤية الأفقية على الطريق وداخل المدينة. تدهور في مدى الرؤية الأفقية بين القاهرة والإسكندرية الصحراوي والإسكندرية ومطروح الصحراوي وكذلك القاهرة والإسماعيلية الصحراوي. بيمتد نشاط الرياح على مدار اليوم حتى يصل إلى شمال الصعيد، في كميات قليلة من السحب على المناطق الداخلية زي القاهرة واللاجئ البحري. السحب دي متكثفه في سواحلنا الشماليه وامطار على الاسكندريه. في نهايه اليوم مساء بتكثر السحب واحساس بالطقس الشديد، البروده بيسيطر على كافه انحاء البلاد، وسط سيناء عليها صقيع نتيجه لانخفاض درجات الحراره الصغرى، وده بيأثر على المزروعات بالحرق نتيجه لعباره عن بلورات ثلجيه بتتكون فوق المزروعات فتحرقها.
متوقعين غدا ان في انخفاض في درجات الحراره عن اليوم، العظمى على القاهره تصل الى 17 درجه مئويه، وتنخفض الجمعه الى 15 درجه مئويه، وبالتالي الطقس بيكون شديد البروده غدا وبعد غد على القاهره ومحافظات الشمال، وشديد البروده خلال فترات الليل، ويزيدنا احساس بالبروده ايضا انخفاض مدى الرطوبه النسبيه. البحر المتوسط غير ملائم للملاحه البحريه من اليوم وحتى الجمعه ان شاء الله اللي هي لمده 72 ساعه. طب حضرتك كنت بتتحدث عن ان الرؤيه هتكون يعني مع زياده سرعه الرياح هتكون صعبه على طريق مصر اسكندريه ومصر اسماعيليه، معنى كده ان في احتمال ان يكون يعني، او حضرتك بتنصح الناس اللي مسافرين ان هم الافضل يتجنبوا السفر على الطرق دي اليومين دول؟ انا ما اقدرش اقول يتجنب، ولكن القياده بهدوء شديد والالتزام بتعليمات المرور نظرا لانخفاض مدى الرياح الافقيه اللي هتصل على طريق القاهره الاسكندريه الصحراوي الى اقل من 2 كيلو، وبالتالي دي معوق للقياده. كذلك في القاهره الاسماعيليه الاسكندريه مطروح بالفعل الان الرؤيه الافقيه عليه 4 كيلو وستتدهور الى اقل من 1 كيلو، عشان كده متوقعين ما يسمى بالعواصف الترابيه والرمليه في غرب مصر تحديدا عند سيوة ومطروح وغرب الاسكندرية. وبالنسبة لدرجات الحرارة اللي هتكون شديدة البرودة النهاردة وبكرة، حضرتك بتنصح الناس ان لا بكرة ان شاء الله الخميس والجمعة، بكرة والجمعة بنوصف الطقس بانه ما بين مائل للبرودة وبارد. اللي هيتواجد في الظل هيشعر ببرودة الطقس، والمتواجد في اشعة الشمس ويتحرك يشعر بانه مائل للبرودة. الفارق هو اشعة الشمس، وأشعة الشمس مستمرة حتى وقت الظهيرة بتسطع ثم تختفي نتيجة للسحب المتوسطة والعالية الموجودة على القاهرة، ولكن السواحل الشمالية سحب منخفضة ومتوسطة وأمطار هناك، ولكن الأمطار هتبدأ على الساحل الشمالية بعد ظهر اليوم. نعم، دكتور علي قطب المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، بنشكر حضرتك على المعلومات القيمة. بنأكد مرة تانية الحرص ما بين بكرة وبعده من موجات البرد الشديدة، وخصوصا المعتصمين عند الاتحادية والتحرير، ربنا يقويكم لأن البرد هيكون شديد أكيد. مشاهدينا نتحول لفاصل، بعده نبتدي قرايتنا في صحافة النهاردة، انتظرونا.